خلاص نحرقهم ونخلص منهم. ويتهمونا بالعنصرية؟ لا، الموت البطيء أفضل، في أكلهم في شربهم أفضل، مش كده؟ ده غير أسلوب الشياطين، نفرق بينهم. وإيد لوحدها ما تسقفش. وبعدين يا ماما، يومين دلوقتي من ساعة ما وعد اختفت، ولا حس ولا خبر. هنفضل ساكتين؟ اتصرفي يا ماما، اعملي أي حاجة. مين قالك بس إن أنا ساكتة يا بنتي؟ الله، أنا يا ماما مش ساكتة. المهم إنك أنت ما تقلقيش، أختك راجعة يعني راجعة. إمتى بس يا ماما؟ إمتى؟ تفتكري ممكن يخطفوني أنا كمان؟ هما مين يا بنتي يخطفوكي؟ اللي خطفوا وعد. بصراحة أنا قلقانة قوي ومش مطمنة. يا عبيط، أمال إحنا جينا هنا ليه؟ إحنا جينا هنا عشان محدش يعرف مكاننا. ده إحنا لو قعدنا يوم واحد في القصر كان زمانهم يا أختي خطفوك أنت كمان، وبدل ما بقت واحدة بقوا الاتنين، وأمشي في الشارع أنا مجنونة وعيالي الاتنين مخطوفين مني، وناس تضحك عليا يقولوا المجنونة إيه وعيالها مخطوفين منها. يا حبايبي يا عيالي. أمار، وين وعد يا أمار؟ وعد متضايق، كل هالوضع النار بتعفر. الساعة الساعة، احضروا احضروا الآن، احضروا الآن، احضروا. فين يا رعد؟ أنا عايزة أعرف بنتي فين. بنتي اتخطفت مني. أنت عايزة إيه يا رعد؟ أنا عايزة بنتي. هاتولي بنتي الساعة الساعة الساعة، حضروا بنتي. عايزة تعرفي بنتك فين يا رعد؟ أنا عايزة أعرف بنتي فين. بنتي راحت مني، احضروا بنتي حالا، احضروها حضروها يا خدام. بنتك عند الجنون السر يا رعد. بنتي عند الجنون السر، هاتوها لي، حضروا لي بنتي، اتصرفوا، هاتوا لي بنتي. خلاص أنا أقف جنبك يا رعد. يعني هتجيبوا لي بنتي؟ هتجيبها لي وتقف قدام الجنون السر وتأذيهم؟ خلاص روح، هاتوا لي بنتي بسرعة. كده كفاية كده تجريح، كده كفاية كده، أنا اللي أكون معاكي صريح. كده كفاية كده، ومدام خلاص بجد أنا زي أي حد. ها، عملت إيه يا ست الساحرة الكبيرة في موضوع بنتك؟ عرفت تتلم عليها ولا تلاقي هربت مع خنفس من الخنافس بتوعها؟ يا ابني اتلم بقى، اتلم انت لمنك ولا كفاية شرك. شري دلوقتي بقى شري؟ الله يرحم ايام ما كنت بحقق لك كل طلباتكم. يا سعد افهم، انا قلبي محروق على البنت اللي انا مش لاقياها، ولا انت حتى كمان لاقيها. انت ايه يا اخي، انت حاطط ايدك في ميه بارده؟ ميه بارده ايه وسخنه ايه ومعدنيه ايه؟ ايه شغل القهاوي ده يا واد؟ اعمل حاجه، انت مش جني. انا بصراحه بقى بشك فيك. شك فيا ليه يا حبيبتي؟ انت جني اه، بس انت جني من تايوان. تايواني تقفيل سين، يعني بايظ بايظ يعني. ومع ذلك هتصرف. احلوت قوي كده يا معلم، وقعت بين البني ادمين والجنون والزور، وانت لا قد دول ولا قد دول، هتعمل ايه بقى؟ على راي البني ادمين كل خرابه وفيها عفريت، وانت عفريتك كتير قوي يا واد ولؤي، تروح وتيجي منين؟ لو جيت في صف دول التانيين مش هيرحموك، لو رحت في صف الاولانيين برضو مش هيرحموك. انت اللي وافقت من الاول على اللعبه، لازم تستعبط بقى. هتستعبط ايه بس، انت عبيط اصلا. ايام ما نشكاح كانت احلى من الايام اللي انت فيها، بس لا اذا كانوا هم جنون زر ولا بني ادمين فانت جن، جن مصور. وهجات فرصتك، لازم يكون لك دور في اللعبه، مش شخشيخه الكل يلعب بيها، لا ميمونه ولا رعد. بس ها هتعملي فيا ايه بقى يا ست ميمونه؟ عايزه تعرفي هعمل فيكي ايه؟ تفتكري ان انا ممكن اشغل نفسي بواحده زيك واقعد افكر هعمل فيها ايه وما اعملش ايه؟ انا متاكده اني شغله دماغك وخايفه مني. شغله دماغي انا؟ غلطانه يا وعد، مش واحده بضعفك اللي تشغل دماغي انا. ومع ذلك انا هقولك انا هعمل فيكي ايه. لا والنبي بسرعه لحسن خضتيني، هيغمى عليا.
وعشان كده أنا قررت أوديكي جزيرة المرصودين. جزيرة المرصودين؟ بتضحكي؟ ما تستعجليش على رزقك. يلا يا وعد، على هناك. يا رب يا وعد تكون رجعتي بالسلامة. أيوة نعم يا حاج. اديني حاجة يا ست هادم. لا إله إلا الله، أنت جاية من برة لحد هنا تخبطي على باب شقة عشان تطلبي حاجة لله؟ أيوة حاجة يا ست بيها جوعي، جعانة. طيب حاضر جعانة. حاضر حاضر يا أمي حاضر. خد يا حاج بس ادعيلي. ربنا يخلي لك بنتك ويرجعها لك بالسلامة. ايه ده؟ يا حاجة خدي خدي يا حاجة يا حاجة يا حاجة، انت عرفت ازاي؟ ايه ده؟ انت عرفت ازاي ان بنتي مش موجودة؟ لا شي غريب. كانت شايله عني هم كبير قوي. لا واللي هموت وعرفوا اشمعنى هي اختفت في نفس الوقت اللي وعد اختفت فيه؟ تكونش اتخطفت هي كمان؟ هي دي حد يقدر يخطفها؟ هي ايه دي؟ امال هتكون راحت فين يا فالح؟ خافت وهربت هي كمان؟ برضه هتقولي خافت. مش عارفه ليه يا سعد حاسه ان انت تعرف حاجه ومش راضي تقولي عليها، مخبيها عليا يعني. اعرف ايه واخبى عليكي ايه؟ انا اعرف حاجه كنت قلتها لك يعني. وانا بقول لك ايه بعدين ما تخنقنيش بقى. خلاص 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 يا حبيبتي خلاص. ايه وبتاع ايه انت هتفضلي مكشره كده ولو يا جوزك؟ اهدي بقى. يا سلام، وانت شايف ان في حاجه تبسط يعني؟ بالعكس الوضع دلوقتي اسوأ بكتير قوي، على الاقل الاول كنا كلنا مع بعض. تقصد انت وعد؟ طبعا يا سعد، دي اختي اختي، يعني لو واحده فينا اختفت لازم التانيه تزعل عليها. بس لو اختفيت بقى هتقول هو جني وراح. ما تقولش كده يا سعد، اخص عليك. انت عارف ان احنا بنحبك قوي كلنا وبنعزك قوي وبقيت واحد مننا. انا هجيب وقت. بجد يا سعد؟ هتشوف. اسمع يا ابن سكسكه، الزم حدودك وانت بتتكلم واعرف انت بتكلم مين كويس. اوعى تفتكر انك مهما قلت او عملت هتغير اي حاجه من اللي انا ناوي اعملها. يا ميمونه اسمعيني. اخرس ستك ميمونه. طب اسمعيني يا ست ميمونه، انت وخلصني. انا بتعهد لك ان وعد هبطل تجاربها وهبطل تفكر خالص. الله 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 الله، ايه المسرحيه اللي انتوا عاملينها دي؟ مين قال لك اصلا ان انا هبطل افكر وابعد عن التجارب بتاعتي؟ على فكره انا انسانه وليا عقل، وطول ما عندي عقل هفضل افكر طول عمري. لا بتحلمي يا اموره، هتبطلي وغصب عنك. على فكرة يا حلوة، عايزة أقولك على حاجة مهمة قوي. أنا قررت إنك مش هتخرجي من الجزيرة دي طول عمرك، يعني تفضلي هنا منفية جوا جزيرة المرصودين. أما بالنسبة لكلام اللهبل ده ولا هحطه في دماغي، وما تفكريش فيه لأنه مش هيغير من قراراتي. على فكرة يا حلوة، ده مش قراري أنا لوحدي، ده قرار الملكة الأم. ها؟ إيه رأيك؟